ينفعش جديدة البس برينتد على حاجة منقوش، يعني على حاجة على حاجة فيها نقشة برضو او أكيد. فيها أنا أي حاجة خطوط او منقوشة برجح سادة الطرحة البيضة، ابيض. جميلة وكيوت وبتهندل، وزي ما قال انت عارفه ان اللون. لفه الطرحه بتاعتك دي يا منى جميله قوي، فكره انه ما يحصلش فرق في تون البشره ما بين الوش والرقبه، وخصوصا في التعرض للشمس او على البحر او كده. صح، دي حاجة مهمة جدا. بس احنا خلينا ايه نتكلم، يعني قولي لي وانا يلا بلف يلا يلا. هنرغي مع لا بعض. يلا يلا بينا. اول حاجة اللفة دي لذيذة قوي. لا استنوا، هعمل لكم دي الاول. لا قولي لي الاول نوع البونيه، ما البني ده تكروتنيش اللي اللي بنقعد ما كل بيخليش حلقة الطرحه نختار فيه. تتزحلق. بصي، البني ده بدون خياطة اسمه بني بدون خياطة، هو اسمه كده؟ هو اسمه كده. على فكرة هو في مكان مش عارفة اقول الاسم، بس هو لا نازل عنده باسمه، باسمي وصورتي. يعني هم عاملين بني نفس اللي انا بلبسه بالظبط. ايوه هبقى اغششكم بعد الحلقة. البني ده مقفول توتالي، احنا ممكن من تحت نلبس له فوليوم عادي زي ما احنا حابين، لو عايزين نعمل هنا فوليومايزد كده، لو ايوه مش عايزين بنلبسه عادي على الشعر، خفيف مش بيكتم دي مش بتفرق حسب بيتحرك. تدويره الوش، لان لو واحده اكيد. وشها مدور قوي زياده ما ينفعش كمان تزود من هنا بتهيألي. بس هو الفوليوم عموما بيحلي شكل الطرحه، والناس اللي وشها مثلا عنده هنا تشيك بونز او اللي هي العظمه البارزه، الناس طب اللي متضايقه. الفوليوم ده بتعمليه بايه؟ بصي، انا بجيب اي سورتات او اي حاجه عندك وتتنيها 3 لاير على بعض وتخليها مربعه بنفس عرض الجبهه عندك، اللي هو بعد الجبهه على طول، يعني كده كده اوكي. وتحطيها كده. دي بقى بتبقى بتوازي فبتدي شكل حلو قوي. بصوا بقى، احنا هنا عندنا الطرحه بتاعتنا الوش البرنتد هنقلبه، وهناخد الوش المقلوب تمام. هنقوم عاملين كده اوكي، ونربط من هنا ربطه. بصوا، هي اللفه دي تبان صعبه بس هي سهله جدا. ممكن نعمل بدبابيس على طول. بصوا، نعمل كده، هنربطها او هنعملها بدبوس. منى انت اللي مؤلفه الربطات دي صح؟ كلها كلها انا بقعد بالليل كده مع نفسي ليا. لا والله برافو عليكي. حبيبتي. طبعا. وناخد الطرفين التانيين ونعمل نفس اللي عملناه كده، ونقوم برضو كده وكده مش وقافلينهم. هنربطها بقى، نحطها بدبوس عشان انا ما ساعات تكلكعش. بربط ساعات في الحالتين مش بتكلكع، لان انا دلوقتي هوريكي هنعمل ايه. هنهايد ده كله. يلا بص بقى الحركه دي، عشان دي ايه، احنا كده عندنا دي مفتوحه من هنا، ايوه بنقوم عاملين كده، شايفين ايوه دراعي معدي فين، وبنقوم عاملين كده. يا سلام، شوف ازاي، كانت منى هتتبسط لا قوي سحر لو ولا موجوده شعوذه. باللفه دي. سلمولي عليها. ده انت شجعتيني باللفه دي. بس يلا بسرعه، خدي يلا الخطوه، سنه مراكي. ايوه كلميني بس. بصي بقى شكلها بقى لذيذ ازاي، تحفه. طبعا طبعا تحفه، مدارينا الدبابيس كل كيوت، حاجه حاليه شكل الوش دي قوي. ومدوره حلوه طب جميل. وليه البونيه من غير خياطه؟ ايه الفايده من علشان غير خياطه؟ اول حاجه نزلت في البونيهات كانت اللي بونيه هي في من بيتلبس اسمه هنا سوري، وكان لغايه عند هنا هنا شويه في في خياطه. خياطه. ايوه فالخياطه دي في ناس بتحب تخلي المساحه من البندانه كبيره، دي بتبقى اشيك من المساحه الصغيره، فالخياطه دي بتفصل، تبقى مش لذيذه. صحيح. فده عشان من غير خياطه فبيدينا مساحه. وبيدي كمان شكل للراس احلى، ما بتبقاش مختلفه من هنا لهنا. ما لو انت حاطه فوليوم هو اوريدي بيهندل الموضوع ده، بلس ان هو كمان بيبقى فيه من جوه عمق، فانت ممكن بقى ايه يديكي هنا الشيب اللي انت عايزاه. في ناس تحب الشيب البومبي ده، بيبقى وفي شكله لذيذ. اكسسوارات بتتحط للشعر نفسه التوكه حتى الكراكيش دي او للبنات. كده في توك كده وحاجات حسستوا دي بتعمل خلاص الفوليوم ده. تمام. يلا اللي بعده على طول يا اعمل منى، واحده جديده اللي يلا بعده على طول طب منى. عشان دي ما نلحق. تتزحلقش بقى ايه، دي ما تتزحلقش لا خالص، كل الطرح اللي احنا نعملها دي بضمان وتجربه انت عارفه علميه. خامه البونيه كمان يا ماما، ما تخليهاش تتزحلق. بالظبط. هو قطن تقريبا صح يا منى؟ قطن وما بيتزحلقش، وحلو ان هو بيمسك فيه الطرحه. تاني حاجه بقى هنعملها، دي برضو لفه لذيذه قوي وفيها تريك، عشان كده بقول لكم خدوا التريكس وايه ونفذوها بطريقتكم. بصوا، احنا هنا بنسيب طرف قصير والطرف الطويل من الناحيه دي، تمام. بعدين بنعمل كده طب في الوان معينه من يعني موضه للطرح، الوان معينه السنه دي؟
طبعا يعني زي الالوان اللي انا لابساها دي. بصي يعني الموف مع الازرق ما كناش بنشوفه بيتجمع، الفوشيا مع الاورنج ما كناش بنشوفه بيتجمع. دي الوان ترند اوريدي، احنا لما شفناها بتتجمع اتبسطنا ان في حاجه مختلفه، عشان هي فعلا وهو دلوقتي فعلا عندك الفوشيا مع الاورنج او مع الاحمر كمان. موضه بقى في حاجات احنا ما كناش معتادين ان هي تبقى معانا وحوالينا، اللي هو يعني إيه بتاخد من موضه اللبس. استني انت قلبتي الطرحه من ورا، قلبت دي عملتها كده. ايوه اوكي، وبعدين بقى شايفين الطرف الطويل ده بتعملها كانها سهله يا جماعه، بس ايه المهم محتاجه تركيز بس، ما تخوفيهمش هو سهل. بص بقى شايفين حركه ايدي كده، أيوة. شايفين صوابعي بلفها على رقبتي وباخد الطرف اللي ورا اللي انا مسكته ورجعته ورا، وبقوم ايه قافله عليه. الزياده اللي احنا عملناها هنا دي برجعها على ما انا قلت برده مش معقول هتسيبيها كده. لا لا لا، فهي كده هتبقى ممسوكه مع بعضها كويس، مش هتقع بالظبط. بصي بقى كده مش ولا دبوس. وبصي ورا كمان هنا، دي حلوه لو مثلا لابسين حاجه مبينه ظهرنا او حاجه توتالي مغطيه الرقبه، مغطيه الرقبه وبرده مش ماسكه قوي يعني احنا. بس بصي هنا استخدمنا دبوس حاجه بسيطه جدا في الاول بس. بصوا بقى ونسيب هنا الالوان، فاحنا كده ايه زي الفل. قمر حبيبتي نعمل حاجة جديدة.